خلينا نقول بس بترتيب الأفكار كده، هو الحقيقة إنه اللي غير راضيين عن المشهد الحالي للانتخابات الرئاسية هم كتير جدا، وخليني أقول إنهم من كل المعسكرات، من معسكرات مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي مش عاجبهم المشهد الانتخابي على فكرة، والمعسكرات اللي شايفين إن هم منتظرين بديل ما طرحوش بديل فمش راضيين بطبيعة الحال، معسكر اللي بيراقب أو بيتابع المشهد من بره برضه هيكون غير راضي عن المشهد لأنه عنده 1000 تعليق يقولوا عن إنه طب فين الشكل الديمقراطي او فين الاختيارات المطروحه اللي تاخدها الناس بجديه. خلونا بس نفكر كده خطوه خطوه. في يعني تصريح على لسان الاستاذ ياسر قوره مساعد رئيس حزب الوفد اللي بيقول انه في اصوات خرجت تهاجم الحزب لما رشحوا الدكتور سيد البدوي انه قال انه قالوا له انه ده يعني لا جدوى له وانه ما هواش امر جاد يعني ولا الناس هتاخده بجديه، فهو رد وقال خوضنا للانتخابات الرئاسيه هو طوق النجاه للحياه الحزبيه. وهو ده السؤال، بطبيعه الحال التصعيد الى قمه الهرم السيادي يعني الى رئاسه الدوله هي حاجه بتبقى نتيجه حياه حزبيه حقيقيه، وده يعني زي ما احمد قال وزي ما كتير من الناس قالت ما هواش موجود. وتاني هنرجع نقول اذا كان في مناخ مش سامح بالممارسة الحياة السياسية، خلينا نقول مثلا الدنيا ما هياش زي قبل ثورة يناير ولا زي قبل كده بشويتين، طيب مين كان موجود على الساحة وكان مستعد يدفع الثمن؟ هي الفكرة الحقيقية في المنافسة القادمة أو مش القادمة، حتى في 22 فبراير القادم أنه بداية الدعاية الانتخابية أو في مارس إجراء العملية الانتخابية، المنافسة الحقيقية تحتاج أنه شخص عنده استعداد يخوض تجربة ويدفع ثمنها.